الخضوع لسياسة الاحتلال بالنسبة لي هو خيار مرفوض، وأنه والاحتلال بسعى وسعى عن طريق الاعتقال، عن طريق الإبعاد، عن طريق إبعادي عن زوجتي، عن عائلتي. هذا منافي للقوانين والمعايير الدولية التي يجب أن تحكم شرقي القدس على اعتبار أنها أرض محتلة، والسكان الخاضعين للاحتلال يجب ألا يطلب منهم الولاء لدولة الاحتلال. أنا بالنسبة لي حياتي ووجودي مرتبط في القدس، في مدينة القدس، فبالتالي مش متخيل حالي خارج المدينة وخارج تفاصيل هذه المدينة.